إبداع وفن وتألق أسهم فيهم الأطفال المشاركون في مهرجان ليالي الرمال في مدينة جالو بمناسبة اختتام العام الدراسي والذي يستمر 5 أيام، فكان الأطفال هم العنوان الأبرز لهذا المهرجان. بمناسبة العطلة الصيفية للطلبة اليوم بعد الانتهاء من الامتحانات، وكما يعلم الجميع أن بعد شهر رمضان جت مباشرة الامتحانات، حابين أن تكون المهرجان هذا يعتبر منفس وأيضا للترفيه عن الطلبة اللي زي عنهم هم الامتحانات وجهد ومجهود الامتحانات. مهرجان تزين بلوحات فنية ومسرحية ومسابقات للأطفال لرسم البهجة والفرح والسرور عليهم والخروج بهم من أجواء الامتحانات. اليوم طبعا في مدينة جالو تنطلق فعاليات مهرجان أو فعاليات ليالي الرمال الفنية بالنسخة الأولى، طبعا هي بمناسبة إعادة افتتاح منتزه أبناء ششي في دورته الثانية، منتزه أبناء ششي، وكذلك نهاية عام دراسي موفق كان للأطفال. الحمد لله أجواء صيفية أكثر من رائعة في مدينة جالو. المهرجان يأتي ضمن سلسلة أعمال تقوم بها مؤسسة الرمال الذهبية للفنون في مناطق الواحات كل عام، حيث يعد هذا المهرجان النسخة الأولى في مدينة جالو.